دخل الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد فاذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد وهو يقول لانه بعد التشهد في دعاء قبل السلام اللهم اني اسالك يا الله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تغفر لي ذنوبي انك انت الغفور الرحيم فقال النبي عليه الصلاه والسلام قد غفر له قد غفر له قد غفر له, قد غفر له رواه ابو داود والنسائي مره ثانيه يعني نعيد الحديث ماذا كان الرجل يقول اللهم اني اسالك يا الله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تغفر لي ذنوبي انك انت الغفور الرحيم فقال صلى الله عليه وسلم قد غفر له قد غفر له قد غفر له, قد غفر له حديث صحيح للمرة الثالثة نعيده اكتبوه اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي انك انت الغفور الرحيم ما هي نتيجه الدعاء قد غفر له قد غفر له قد غفر له